اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات. اليوم هنكلمكم عن الكابتيفا ال 22 اللي طال انتظارها. عايزين نعرف طبعا ايه التحسين اللي تم عليها من ناحيه صرفيه البترول ومن ناحيه طبعا المكيف. نشوف ايه اللي تم عليها من تطوير. يلا بينا نشوفها من الداخل. اهلا بكم. زي ما شيفروليه عودتنا كتير ان احنا دايما بيتم عندنا تطوير وتحسين في اداء السياره اي موديل بينزل جديد. خلينا نشوف طبعا ايه اللي تم عليها واهلا بكم. معاكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حموده للسيارات في ابو ظبي والعين. اهلا بكم. الكابتيفا ال 22 هو فعليا ما تمش تحديث او تغيير في شكلها لان هو الشكل نزل مبدئيا عندنا في الخليج بدايه من 21، فما كانش متوقع اي تغيير يتم على شكل ال 22. شكل 22 اللي قدامنا حاليا هي الفئه اسمها بي اتش اديشن. البي اتش اديشن بيكون زي ما احنا شايفين شعارات او شعار الشيفروليه باللون الاسود. تمام. الرنجات هي 17. السياره فيها حساسات اماميه وخلفيه والاي دي ضوء نهاري. الاضاءه الرئيسيه هالوجين وطبعا الاشارات تحت حساسات اماميه احنا قلنا. الرنج لونه اسود مع سيلفر في البي اتش اديشن. البريك بادز بيكون لونها احمر. مرايات على الاشارات والمرايات طبعا فولدبل او بتنطوي مع الريموت. دخول ذكي على الابواب. الشدات اللي على السقف. احنا هنلف لفه حوالين السياره. اكزوست واحد على اليسار. الفئة اللي قدامنا هي كابتيفا بريمير بي اتش اديشن من السيفن سيتر او السبع ركاب. سبويلر مدمج طبعا في جسم السيارة. ستوب لايت. مساحة خلفية. شعار الشيفروليه باللون الاسود. الكاميرا الخلفية. نبص عليها من بعيد وبعدين ندخل نشوف من الداخل. لان البي اتش اديشن طبعا هي نسخه خاصه فقط في بن حموده للسيارات. استهلاك البترول زي ما احنا شايفين هو اكسلنت او ممتاز. لتر واحد متوسط يدي 13.4 او يعني قريب من 14 كيلو اللتر الواحد. من الداخل عندنا طبعا عشان هي بي اتش اديشن فالمقابض الباب الداخلي تيتانيوم او لون اللي هو الفضي. الجلد الزعفراني. جلد على التابلو وجلد على الستيرنج. الستيرنج احنا عارفين ان هو في تحكم كامل من كروز كنترول والبلوتوث طبعا المكالمات والاوامر الصوتيه عشان السياره فيها ابل كار بلاي فقط. تقدر توصل تليفونك بالكيبل ويظهر كل اللي عندك على الشاشه. ويز واتساب جوجل مابس لو هو ايفون. كرسي سائق متحرك طبعا نسخه البي اتش اديشن بينزل عليها لون زعفراني او احمر بالدايموند ديزاين زي ما احنا شايفين. نشوفها كده من بره. الهاند بريك اللي هو الاوتوماتيك او الالكتريك مع الاوتو هولد على للبريك عند الاشارات. بيانو بلاك عند الجير. مكيف الاوتوماتيك. شاشه 8 انش بالابل كار بلاي. طبعا في عندنا هنا البوش ستارت والعداد شاشه ديجيتال. ورينا طبعا معلومات الرحله مقياس ضغط الاطارات استهلاك البترول مكالمات راديو او ميديا. ده شكلها من الخلف. كاب هولدر. مكيف خلفي. فتحه السقف. ندخل نشوف التابلو من ورا. ده شكلها. ما شاء الله. وهوري لكم البريمير اللي بدون البي اتش اديشن. في ناس بتحب يكون الكراسي قماش عادي. ده اللون الاسود. الالوان حتى ما اتغيرتش. هي نفس الالوان ابيض اسود رمادي او احمر نبيتي عنابي. طيب خلينا نروح نشوف البريمير الفول اوبشن السبع ركاب. طبعا زي ما انتم شفتوا هناك
شعر اسود، ممكن اقرب له شويه هناك. البريك بادز الحمر، هو شعرنا ذهبي، نفس الرنجات، هي فعليا نفس السياره. البريك باد العادي، نشوف لون الداخلي هيكون ازاي. انتوا طبعا هتدونا رايكم في الالوان الداخليه، اللون اللي تحب، اللون الجلد زعفراني او احمر، ولا الستاندرد. هنا ده جلد طبعا لونه رمادي، مع التابلو هنا يبقى كمان جلد لونه رمادي. ده شكل السيت، هو قماش ووتر بروف. هي نفس السيارة فعليا زي ما انتم شايفين. هنا العداد الديجيتال شغال اهو، فاتحة طبعا، البصمة، كروز كنترول، اير باج، جي بي اس، بلوتوث، 7 سيتر، 1.5 توربو، 4 سلندر، 8 سرعات على جير سي في تي، مبرمج على 8 سرعات سمارت سي في تي، 149 حصان. قولولنا ايه رأيكم. وفي لون تاني هنا ابيض اهو كمان. الناس اللي كانت مستنيه موديل 22 يوصل، الحمد لله وصل في بن حمود للسيارات. ما شاء الله قريب جدا ان شاء الله هنستلم نفس المواصفات على البريمير، بس هتكون 5 ركاب. في ناس بتقول ما بتحتاجش 7 ركاب كتير، ممكن يكون في فرق كويس في السعر. تاخد نفس المواصفات بس 5 ركاب، هي نفس الحجم طبعا، نفس الشكل ونفس الماكينة، نفس المواصفات، بي اتش اديشن او عادي، بس 5 ركاب، موديل 22. احنا كده شفنا كل المواصفات طبعا اللي موجودة في الكابتيفا البريمير او الكابتيفا عامة، حتى موديل 22. زي ما احنا قلنا هما ما غيروش فيها كتير، كل اللي اتغير طبعا تحسين في صرفية البترول، تحسين في قوة المكيف، يعني تحسين في أداء السيارة عامة يعني، بس مفيش تغيير كمواصفات. زي ما انتم شايفين اهو نفس الشكل الأولي تبع ال 21. وأنا في انتظار مكالماتكم إن شاء الله. 050-516-3525، مهند من بن حمود للسيارات، أهلا بكم.